النهارده رحنا النادي، قابلنا مين بقى؟ قابلنا المدير الفني بتاع النادي الاهلي واللعيبه. مين المدير الفني بتاع النادي الاهلي؟ كابتن كالتيرون. قابلنا بيبو. بيبو خطير. عايز ايه اكتر من كده؟ هتتكلم معاهم في البلد عادي بقى ولا اللي عايز يكلمك يكلمك عادي؟ ولا لازم يبقى في سكرتاريه بقى؟ اتكلمت الخطيب بقى النهارده، منزل لك كابتن الخطيب والعميد محمد مرجان والاستاذ العام فاروق، كله كان فرحان بيك النهارده في النادي. لعيبه والله 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 طيبين قوي، بيتعاملوا معايا كأن واحد صاحبه. طب ما انت صاحبنا كلنا. انت صاحبنا كلنا، وبعدين هم كلهم بيسالوا عليك، كانوا عايزين يشوفوك لغايه لما يشوفوك النهارده، بس وليد سليمان النهارده اللي ما جاش. كان نفسي يجي والله. ده المدير الفني قال لي مين افضل لعيب، قلت له وليد سليمان. انت بتحب وليد سليمان؟ بحب. انت قلت لي بحب وليد سليمان واحمد فتحي وحسام عاشور. وقلت له ان انا بحب كل اللعيبه.